بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا شباب ان شاء الله هنبدأ في سيكشن 4 سيكشن 5. سيكشن 5 ده المفروض ان هو هيبقى على شيت 4 اللي هو شيت الستبد وير. المفروض قبل ما نبدأ بس في الستبد وير، احنا السيكشن اللي فات كنا بنشرح الاستراكشر ديزاين بتاع الفيوم وير. طبعا عملنا الحاجات بقى زي ما انتوا المفروض شفتوا السيكشن اللي فات، اللي هو الامبيريكال دايمنشن، وبعد كده مفروض ان احنا بنتشيك السكور، وبعدين بنتشيك البركوليشن، وبعدين بنتشيك الاب ليفت والفلور سيكنس. نفس الخطوات بالظبط لو احنا عايزين ديزاين اي وير تاني، المفروض ان احنا بنتبع نفس الخطوات. فمبدئيا بالنسبه للستاندنج وير الاول، المفروض ان هو ما فيهوش اي اختلاف عن الفيوم وير، فبتبقى هي نفس الامبيريكال دايمنشن ونفس الايكويشن اللي بنعوض فيها، سواء احنا بنجيب ال سكور عشان نتشيك السكور لينز، او لو بنشيك البركوليشن هتبقى برضو لو بنجيب ال بركوليشن مينيمم هتبقى سي بلاي او سي لين في الاتش ماكسيمم، وهكذا نفس الخطوات بنفس كل حاجه. المفروض ان هو الستاندنج ووف وير هو بالظبط الفيوم وير. طيب الاختلاف الوحيد ما بين الاثنين بيبقى في حاجه واحده بس، بيبقى طبعا في الهيدروليك ديزاين زي احنا كنا وضحنا قبل كده. ومفروض الاختلاف الوحيد في الاستراكشر ديزاين ان ال ال وير في الفيوم وير كانت بتساوي اللي احنا عوضنا في الايكويشن المره اللي فاتت، كانت بتساوي نص زائد كريست ليفل ناقص داون ستريم بيد ليفل في نص. ده كده المفروض اللي هو ال ال وير بتاعه الفيوم وير. لكن بالنسبه للستاندنج ويف وير، المفروض ان ال ال وير هتساوي 5 متر على طول، فبالتالي هي بتساوي رقم ثابت. ده الاختلاف الوحيد. لكن الستاندنج ويف وير المفروض ان هو ما فيهوش اي اختلاف عن الفيوم وير في الاستراكشر ديزاين بتاعه. طيب النهارده المفروض ان احنا هنبدا نتكلم عن الستبد وير. الستبد وير هو عباره زي ما قلنا قبل كده ان هو تجميع ما بين يا اما فيوم وفيوم تاني، يا اما فيوم وفيوم وستاندنج، يا اما فيوم وستاندنج، يا اما فيوم وفيوم وفيوم. يعني هو عبارة عن تجميع ما بين كذا وير. طيب الدروب بتاعه زي ما كنا قلنا قبل كده ان هو بيتراوح من 1.5 لغاية 3 متر. ده الرينج اللي المفروض بيتلعب فيه اللي هو الدروب بتاعه. ومفروض ان اهم حاجة في الستبد وير دايما ان اول وير ده لازم يبقى فيوم وير، ولازم يبقى كلير اوفر فول. وزي ما قلنا كلير اوفر فول معناه ان سطح المايه في الداون ستريم هنا في اول وير لازم يبقى مع الكريست ليفل او تحت الكريست ليفل. بس بيقول لك بقى لو احنا هنعمل ستيبد وير، المفروض ان هو دايما بيفضل ان هو يبقى سيميلر فيوم ويرز. يعني انت لو هتعمل اتنين فيوم ورا بعض، يفضل ان الدروب اللي يبقى هنا يبقى هو الدروب اللي هيبقى هنا، لان هو دروب غالبا الحاجه اللي احنا بتحكمنا في الديزاين بتاعتنا. فاحنا غالبا بنحب ان الدروب هنا يبقى زي الدروب هنا عشان يبقى نفس الوير ونفس الديزاين بتاعه، وبالتالي ما نعملش ديزاين سبيشال لكل فيوم وير منهم. وطبعا نفس الايكويشنز بتطبق، سواء احنا هنا شغالين فيوم وير فبنطبق الايكويشن بتاعت فيوم وير، شغالين هنا فيوم بنطبق الايكويشن بتاعت فيوم، وهنا ستاندنج بنطبق الايكويشن بتاعت الستاندنج وير. فالستبد وير هو عبارة عن تجميع ما بين الفيوم وير والستاندنج وير، لكن هو ما فيهوش اي ايكويشنز جديدة هتضاف علينا. فاحنا حسب احنا شغالين فيوم وير هنطبق الايكويشنز بتاعت الفيوم وير، او لو شغالين ستاندنج وير هنطبق الايكويشن بتاعت الستاندنج وير. طيب لو جينا نبص بقى على الستبد وير اللي هو تشيك البركوليشن بتاعه، تمام. احنا مبدئيا قبل ما نتشيك البركوليشن، كان اول خطوة في الاستراكشر ديزاين بتاع الستبد وير او اي وير زي ما قلنا ان احنا نجيب الامبيريكال دايمنشن. طيب الامبيريكال دايمنشن بتاعت الستبد وير هل هي مختلفه عن الامبيريكال دايمنشن اللي قبل كده؟ لا، هي نفس القوانين اللي كنا بنستخدمها واحنا بنحسب الامبيريكال دايمنشن للفيوم وير مثلا، هنستخدمها هي واحنا بنحسب للستبد وير. اللي هي زي ما قلنا برضو هي بتاعت الستاندنج ويف وير، فبالتالي هي نفس الايكويشنز اللي هتطبق هنطبقها تاني. يعني انا عندي مثلا شكل زي ده، المفروض ان هو ده ستيبد وير لان هو تو فيوم ورا بعض. عندي الاول T1 زي ما قلنا هي المفروض بتتراوح من نص لغايه 0.75 متر. بعد كده عندي ال L1 المفروض ان هي بتتراوح من 3 ل 5 متر، واحنا غالبا زي ما قلنا لما خدناها في المساله اللي فاتت بناخدها ب 5 متر اللي هو ال L1. بعد كده عندي ال L1 المفروض ان هي بتساوي نص زائد فرق المنسوبين اللي هو الكريست ناقص الداون ستريم بيد ليفل اللي هو النقطتين دول في نص اللي هو السلوب بتاعنا. كده المفروض جبت ال وير 1. بعد كده ال اس 1 المفروض ان هي تساوي 0.6 في السي بلاي جذر الاتش ماكسيمم، نفس القانون بالظبط اللي هو احنا عوضنا فيه قبل كده. وبعدين ال وير 2 هتبقى هو نفس القانون. وبعدين ال اس 2 اللي هي المفروض هتبقى برضه 0.6 في سي بلاي جذر الاتش ماكسيمم.
الاختلاف الوحيد بس في الستيبد وير عن الفيوم وير اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، ان هنا بيبقى فيه اتش ماكسيمم توتال للوير كله، ودي اللي بتستخدم في البركوليشن. والمفروض ان انا بيبقى عندي اتش ماكسيمم 1 واتش ماكسيمم 2 واتش ماكسيمم 3 لو في خاصة بكل وير لوحده. يعني انا هنا طبعا دول هما 2 ويرز بس، فيبقى عندي اتش ماكسيمم 1 واتش ماكسيمم 2، وبعدين في عندي اتش ماكسيمم تانية اللي هي بتاعت الوير كله على بعض. الاتش ماكسيمم 1 واتش ماكسيمم 2 اللي هي سبيسيفيك لكل وير لوحده، دي بتستخدم وانا بحسب ال اس كفر، وبتستخدم وانا بحسب التي 2. يعني انا زي ما القانون باين كده، تي 2 وتي 3 المفروض ان هو 0.8 ل 1 جذر اتش ماكسيمم 1، وتي 3 المفروض ان هي من 0.8 ل 1 جذر اتش ماكسيمم 2. فالاتش ماكسيمم 1 والاتش ماكسيمم 2 اللي هو السبيسيفيك بتاع كل وير دي بستخدمها وانا بجيب الامبيريكال دايمنشن. لكن وانا بتشيك البركوليشن المفروض ان انا بستخدم اتش ماكسيمم بتاعت الوير كله على بعضه، لان الوير كله على بعضه يعتبر منشأ واحد بالنسبة لي. طيب اتش ماكسيمم 1 المفروض ان هي بتساوي ايه؟ نفس ما كنا حسبنا قبل كده بقى، بس هنبقى سبيسيفيك لكل وير. يعني هي المفروض ان هي بتساوي يا اما الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل بتاع اول وير ده، يا اما ان هي تساوي كريست ليفل 1 ناقص الداون ستريم بيد ليفل اللي هو الاولاني ده. طبعا زي ما قلنا غالبا برضو حالة الريبير او المينتنس هي اللي بتطلع اللي بتطلع كريتيكال، وبالتالي هو دي بتبقى الاتش ماكسيمم اللي هي بالنسبه للوير الاولاني هتبقى الكريست ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل ده، وبالنسبه للوير الثاني هتبقى الكريست ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل الثاني. كده انا المفروض مبدئيا جبت اتش ماكسيمم 1 وجبت اتش ماكسيمم 2، وبزد عليهم عرفت احسب السكور 1 والسكور 2 وتي 2 وتي 3 اللي هي دلوقتي انا بالنسبه لي الامبيريكال دايمنشن بتاعت الشكل كله انا بقيت عارفها. فاضل لي بس ان انا اعرف احسب واي 1 وواي 2، وطبعا زي ما قلنا قبل كده واي 1 المفروض ان هو بيبقى المنسوب ده ناقص المنسوب ده، واي 2 بتبقى المنسوب ده ناقص المنسوب ده. ومفروض المنسوب ده بجيبه ان انا اطرح الاب ستريم بيد ليفل ناقص تي 1، كده انا جبت المنسوب ده. ولو عايز اجيب المنسوب ده بيبقى البيد ليفل ناقص التي 2، جبت المنسوب ده. وهكذا بنفس الكلام بقى، البيد ليفل ناقص تي 2 انا عندي المنسوب ده، والبيد ليفل ناقص تي 3 انا جبت المنسوب ده، فرق الاثنين هو ده واي 2 بتاعتي. يبقى انا كده المفروض ان انا عرفت اجيب الامبيريكال دايمنشن بتاعت الشكل بتاعي كله. طيب تاني خطوه بعد ما بعمل الامبيريكال دايمنشن المفروض ان هي بتبقى بتساوي ايه؟ المفروض ان انا بتشيك البركوليشن. فبتشيك البركوليشن عندي تو ميثود زي ما قلنا قبل كده، يا اما الميثود بتاعت بلاي يا اما الميثود بتاعت لين. زي ما قلنا الاختلاف ان انا بيبقى عندي هنا سي بلاي وهنا سي لين، فطبعا في طريق بلاي سي بلاي وفي طريق لين سي لين. والاختلاف التاني ان المفروض في بلاي هو بيعتبر ان الفيرتيكال ديستانس زي الهوريزونتال ديستانس، لكن في طريقه لين المفروض ان هو بيجمع الفيرتيكال ديستانس وبيقسم الهوريزونتال ديستانس على 3. فهو ده الاختلاف ما بين الطريقتين. نفس الكلام طبعا اللي طبقناه قبل كده هنرجع نطبقه تاني. يعني انا اول خطوه انا بقول ال اكشوال المفروض ان هي بتساوي ال فيرتيكال زائد ال هوريزونتال. ال فيرتيكال بدل بقى ما نقعد نقول ان هي بتساوي تي 1 زائد واي 1 زائد واي 2 زائد تي 3، المفروض ان هو في قانون كده بيحسب ال فيرتيكال. طبعا انا اللي كاتبه هنا ان هو تي 1 زائد واي 1 زائد واي 2 زائد واي 3، ده كده القانون الاولاني ان انت تجمع كل الفيرتيكال ديستانس المفروض نقطه الميه تحركها من هنا لغايه هنا. بس طبعا في قانون حاجه اسهل شويه ان احنا نقول الاب ستريم بيد ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل اللي هو في الاخر خالص زائد 2 تي 3 اللي هو السكنس ده، تمام. فده كده المفروض ان هو ممكن لو انا مش عندي واي 1 وعندي واي 2 ومش عايز احسبهم او ما كانش هو طالبهم في السؤال، فانا ممكن اعوض على طول اقول ال فيرتيكال بتساوي الاب ستريم بيد ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل زائد 2 تي 3. كده انا جبت ال فيرتيكال. طبعا لو عايز اجيب ال هوريزونتال، ال هوريزونتال المفروض ان هي بتساوي ال 1 اللي هي من 4 ل 5 او من 3 ل 5 دي، زائد ال وير 1 زائد ال اس 1 زائد ال وير 2 زائد ال اس 2. انا المفروض كده جبت الهوريزونتال سبيس، اجمع الفيرتيكال سبيس زائد الهوريزونتال المفروض ان انا كده جبت ال اكشوال. ده اول حاجه عندي. بعد كده بجيب ال بيركوليشن مينيمم. ال بيركوليشن مينيمم نفس القانون اللي عوضنا فيه قبل كده ان هو بيساوي السي بلاي في الاتش ماكسيمم. وزي ما قلنا الاتش ماكسيمم دي كده بتاعت الوير كله على بعضه، يعني انا ببدا ابص على الوير كله على بعضه. فبالتالي الاتش ماكسيمم اللي انا بعوض فيها في معادله البيركوليشن المفروض ان هي مختلفه عن اتش ماكسيمم 1 واتش ماكسيمم 2. زي ما قلنا اتش ماكسيمم 1 اتش ماكسيمم 2 دي سبيسيفيك لكل وير، يعني اتش ماكسيمم 1 بتاعت الوير الاولاني،
اتش ماكسيمم 2 بتاعت الوير التاني، ولو عندي وير تالت هتبقى فيه اتش ماكسيمم 3 خاصة بيه. لكن لما باجي اعوض معادلة البركوليشن بالاتش ماكسيمم، المفروض ان انا بقول هي يا اما الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل اللي هو الاولاني خالص والاخر خالص، فاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل اللي هو موجود هنا، ده كده في حالة الاوبريشن. يا اما في حالة الريبير اللي هي بتبقى ماكسيمم بتبقى الكريست ليفل ناقص الداون ستريم اللي موجود في الاخر خالص برضه، فانا عندي كريست ليفل واحد اللي هو في الاول خالص ناقص الداون ستريم اللي موجود في الاخر خالص اللي هو اخر داون ستريم. طبعا غالبا بتبقى برضه حالة الريبير هي الماكسيمم، فدول كده بعد ما بحسب ال L بيركوليشن عندي حالتين، يا اما ال L actual هي اللي تطلع اكبر من ال L بيركوليشن يبقى انا عندي سيف، وفي الحالة دي بروح احسب C بلاي موديفايد اللي هي ال actual على ال H maximum، نفس الكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده بقى مفيش اي اختلاف. يا اما الحالة التانية ان انا يبقى عندي ال actual اصغر من ال L بيركوليشن، فبالتالي هيبقى unsafe ومفروض ان انا اروح احسب الدلتا بتاعتي، والدلتا دي طبعا المفروض ان انا في البلاي كنت المفروض ان انا بقارنها باربعة، وفي اللين المفروض ان انا كنت بقارنها باربعة على تلاتة. هنا كل الاختلاف ان احنا عندنا كذا وير، فاحنا بيزد على عدد الوير ده هنحدد الدلتا بتاعتنا هنقارنها بكام. فهنا لو عندي تو ويرز مثلا، الان ده هو عدد الويرز، فالمفروض ان انا لما باجي ازود الدلتا بزودها بمقدار اربعة في ان اللي هو اربعة في عدد الويرز. يعني هنا مثلا مسألة زي بتاعتنا دي المفروض ان انا اقارن الدلتا بتمانية، فهي لو طلعت اصغر من التمانية المفروض ان انا هزود ال الف سكور، ولو الدلتا طلعت اكبر من التمانية المفروض ان انا هستخدم شيت بايل، وطبعا نفس اماكن الشيت بايل اللي هو فيه هنا مبدئيا بتاع الاب ستريم اللي احنا غالبا بنحطه اولا، وبعدين في شيت تاني اللي هو المفروض بيتحط في الداون ستريم. فده كده المفروض الارقام اللي انا بقارن بيها. طبعا لو هعمل انكريز لل ال اس المفروض ان انا بزود ال اس 1 وبزود ال اس 2 بنفس المقدار. يعني انا هنا مثلا سي لو الدلتا طلعت بستة، الستة دي المفروض ان هي اصغر من التمانية، فبالتالي انا هانكريز ال اس، فباجي هنا على ال اس 1 ازود 3 متر، وعلى ال اس 2 المفروض ان انا بزود 3 متر تانيين. كده انا المفروض ان انا حليت البركوليشن او عملت تشيك على البركوليشن، وزي ما قلنا طبعا ال ان دي المفروض ان هي النمبر اوف ويرز. طيب لو عندي بلاي او لو عندي لين اسف اللي هي الميثود التانية، طبعا لين زي ما قلنا مفيش اي اختلاف، هو نفس الميثود هنستخدمها هي هي بالظبط بنفس الايكويشن. الاختلاف الوحيد ان انا لما اجي اقول ال فيرتيكال زائد ال هوريزونتال على 3 وانا بحسب ال اكشوال، وفي الاخر خالص طبعا بدل سي بلاي بستخدم سي لين، وفي الاخر خالص المفروض ان انا بدل ما بتشك على 4 بتشك على 4 على 3. فبالتالي انا عندي ال فيرتيكال هتكون زي ما قلنا بقى عبارة عن T1 زائد Y1 زائد Y2 زائد T3 اللي هي تسهيلا قلنا ان هي بتساوي upstream bed level ناقص downstream bed level زائد 2 T3. كده انا جبت ال L vertical، ال L horizontal هتبقى L1 زائد L1 زائد LS1 زائد L2 زائد LS2 اللي هو مجموع ال horizontal space دي كلها وال horizontal distance دي كلها. طبعا نفس القانون بالظبط اللي ظهر في بلاي مفيش اي اختلاف. بعد كده ال بيركوليشن هتبقى سي لين في الاتش ماكسيمم، وهي هي نفس الاتش ماكسيمم بنفس القانون بتاعها مفيش اختلاف، اللي هي الماكسيمم ما بين الاوبريشن وما بين الريبير. بعد كده المفروض ان انا هقول ان ال ال اكشوال اكبر من ال ال بيركوليشن، لو ال ال اكشوال يعني اكبر من ال ال بيركوليشن يبقى انا سيف، والمفروض ان انا اروح احسب سي لين موديفايد، ولو ال ال بيركوليشن هي اللي اكبر من ال ال اكشوال فبالتالي ان سيف، وانا المفروض اروح احسب الدلتا، والدلتا دي المفروض ان انا بقارنها ب4 على 3 في ال N، وال N دي زي ما قلنا هي عدد الويرز بتاعتي، وطبعا لو طلعت اصغر من الدلتا اصغر من 4 على 3 في ال N المفروض ان انا اروح ازود ال L سكور. طبعا بزود ال L سكور بمقدار 3 دلتا، يعني هنا المفروض ان دي كده 3 دلتا، خلينا نعدلها. فاحنا عدلنا هنا المفروض طبعا لو الدلتا زي ما قلنا اصغر من 4 على 3 في ال N المفروض ان احنا بنعمل انكريز لل LS بمقدار 3 دلتا، لان دي المفروض ان هي هورزونتال ديستانس، ولو الدلتا كانت اكبر من 4 3 في ان المفروض ان احنا بنستخدم شيت بايل، والدبس بتاع الشيت بايل المفروض عشان هو فيرتيكال ديستانس فبالتالي بيزيد بمقدار بس الدلتا على دلتا على الاثنين. ده كده لو احنا شغالين بالطريقه بتاعت لين. طيب بعد كده بقى عايزين نشوف ايه الاختلاف. طبعا الان هي النمبر اوف وير زي ما احنا قلنا قبل كده. ده كده الاب ليفت، لو احنا عايزين نتشيك الاب ليفت او نتشيك الفلور سيكنس المفروض اول خطوه طبعا ان احنا بنرسم الاب ليفت دايجرام. فالاب ليفت دايجرام بيبدا من المنسوب بتاع برضو الكريست ليفل اللي هو في البدايه خالص، ومفروض ان احنا بنتحرك من البوينت دي ونبدا نتحرك مع نقطه الميه. نقطه الميه اتحركت من واحد لاثنين، فالمفروض ان هي بتفقد مقدار معين من الطاقه،
اتحركت من 2 ل 3 فبتفقد مقدار معين من الطاقة، وهكذا بقى من 3 ل 4 ومن 4 ل 5 ومن 5 ل 6 وهكذا. المفروض ان هي كل ما تمشي مسافة تفقد قصادها مقدار من الطاقة. المقدار ده زي ما قلنا لو احنا شغالين في بلاي، المفروض ان احنا بنقسم كل مسافة المية مشيتها عشان على سي بلاي، ولو شغالين بطريقة لين المفروض ان احنا بنقسم كل مسافة المية مشيتها على سي لين لو المسافة دي فيرتيكال، ولو المسافة دي هوريزونتال المفروض ان احنا بنقسمها على 3 سي لين. فده كده المفروض بيطلع شكل الابليفت دايجرام بتاعي. لو بعد كده بصيت عايز اتشيك الفلور سيكنس، المفروض زي ما قلنا قبل كده انا بروح اشوف ال H1 داش. H1 داش دي المفروض ان هي من اول داون ستريم بيد ليفل لغاية منسوب الابليفت بتاعي او الابليفت دايجرام اللي انا رسمه. فال H1 داش دي المفروض ان انا بحسبها ازاي؟ ال H1 داش طبعا هنا ما ينفعش ان انا ابدأها من الداون ستريم، لان واضح ان الداون ستريم هنا على ما اوصل لل H1 داش المفروض ان المسافة طويلة، فغالبا عشان اجيبها بلجأ للاب ستريم. فانا عشان احسبها من الاب ستريم اللي هي ال H1 داش بقول ان انا عندي المنسوب من اول الكريست ليفل لغاية الداون ستريم بيد ليفل، يعني المنسوب ده كله كام اللي هو اللينس ده كله بشوفه كام اللي هو بالنسبة لي كريست ليفل ناقص داون ستريم بيد ليفل، وبعدين ببدأ اطرح منه اللوسز من اول ده لغاية النقطة دي، لان انا عارف ان المنسوب ده هيبقى هنا. فلو طرحت اللوسز دي زائد اللوسز دي زائد اللوسز لغاية هنا انا كده وصلت عرفت اجيب ال H1 داش. فالمفروض ان ال H1 داش بتبقى كريست ليفل ناقص داون ستريم بيد ليفل 1 اللي هو زي ما قلنا الفرق ده كده، الكلام ده ماينس سيجما اللوسز على سي بلاي موديفايد. وطبعا سيجما اللوسز اللي هو النص متر اللي هو T1 زائد L1 اللي هي المسافة دي زائد Y1 زائد LWear1، المفروض ان انا اعرف اوصل للمسافة اللي هي لغاية النقطة دي. وطبعا لو طرحت الفرق ده ناقص الفرق ده كده انا جبت H1 داش. ولو عايز اجيب T2 مينيمم اللي هي المفروض بتشيك عليها بتبقى H1 داش في 1 و2 او 1 و3 اللي هي حسب الفاكتور اوف سيفتي كام. هنا مثلا انا كنت واخده 1 و2، المفروض ان احنا غالبا بناخد 1 و3، بس هو يعني لو خدت 1 و2 طبعا ده فاكتور اوف سيفتي مش هتفرق. فبنقول ان هي H1 داش في الفاكتور اوف سيفتي بتاعي على جاما ماتيريال ناقص 1. ده كده لو انا عايز اتشيك ال H1 داش او اتشيك ال T2 اللي هي المفروض الفلور سيكنس الاولاني. طب لو عايز اتشيك الفلور سيكنس التاني بروح هنا اشوف H2 داش، المفروض ان H2 داش دي بتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن من اول الكريست ليفل. انا عايز بقى لو عايز اجيب H2 داش هجيب H2 داش دي ازاي؟ عندي حالتين طبعا، ان انا ابدأ هنا من الاخر اللي هو من الداون ستريم بيد ليفل اللي هو هقول ان هي بتساوي T3 على سي بلاي زائد المسافة دي اللي مشيتها الماية اللي هي ال سكور زائد ال سكور على سي بلاي. دي طريقة. او لو عايز كده انا حسبتها من الداون ستريم، لو عايز اجيبها من الاب ستريم المفروض ان انا بعمل ايه؟ بقول ان انا والله عندي هنا منسوب الكريست ليفل اللي هو ده كريست ليفل 1 اللي هو في اللي فوق ده ناقص الداون ستريم بيد ليفل اللي هو المنسوب ده. انا كده جبت من اول البيز ده لغاية الكريست ليفل اللي هو موجود هنا تقريبا كده، انا جبت الارتفاع ده كله. طيب بعد ما اجيب الارتفاع ده كله المفروض ان انا ببدا اطرح اللوسز منه، يعني انا عندي الارتفاع ده كله ببدا اطرح اللوسز من البدايه لغايه ما اوصل لغايه البوينت دي. فبالتالي عندي المفروض ان انا بعد ما اقول كريست ليفل 1 ناقص داون ستريم بيد ليفل 2 اللي هو الارتفاع ده كله، هبدا اطرح بقى اللوسز من البدايه لغايه النقطه دي اللي هو بقى هيبقى عباره عن نص زائد L1 زائد Y1 زائد LWear 2 زائد LWear 1 زائد LS1 زائد Y2 زائد LWear 2، الكلام ده كله على سي بلاي موديفايد اطرحه من الديستانس دي كلها اللي هي المفروض من كريست ليفل 1 لغايه داون ستريم بيد ليفل. يبقى انا كده عرفت اجيب H2 داش. ده طبعا لو H2 داش دي هستخدمها لو انا عندي 3 ويرز، يعني لو H2 داش دي المفروض ان هي في 3 ويرز ودي كده موجوده في النص، لكن انا طبعا هنا عشان هم 2 ويرز بس ف H2 داش الاسهل بالنسبه لها ان انا اجيبها من الداون ستريم على طول اللي هو زي ما قلنا نقول ان هي بتساوي T3 على سي بلاي زائد ال LS2 على سي بلاي. فبالتالي هقول ان H2 داش زي ما قلنا T3 زائد LS2 على سي بلاي موديفايد، ومفروض ان T3 مينيمم هتبقى H2 داش في الفاكتور اوف سيفتي على جاما ماتيريال ناقص 1. كده المفروض جبت ال T3 مينيمم. وطبعا T3 مينيمم او T2 مينيمم كل واحده فيهم بقارنها ب T2 و T3 اللي احنا كنا جايبينهم من الامبيريكال دايمنشن. لو طلع T2 و T3 اكبر يبقى انا كده سيف خلاص، ولو طلعت المينيمم هي اللي اكبر المفروض ان انا بعوض عن T2 بقول ان هي بتساوي T2 مينيمم، وال T3 بقول ان هي بتساوي T3 مينيمم. ده كده بالنسبه
لل التشيك بتاع الفلور سيكنس. طيب اخر حاجه المفروض ان احنا نبقى عارفينها اللي هو الفلور سيكنس ريدكشن. يعني انا في بعض الاحيان بيطلب مني ان انا اعمل ريدكشن للفلور سيكنس، المفروض ان انا بعمل ايه في الحاله دي؟ هو غالبا ليه اصلا بنلجأ ان احنا نعمل ريدكشن للفلور سيكنس، لان في بعض الاحيان لو احنا شايفين كده او في كل الاحيان يعني انا شكل الاب ليفت دياجرام المفروض ان هو في الجزء بتاع الداون ستريم ده واضح ان اتش 2 هي دي اللي انا بتشك عليها للفلور، فبيبقى عندي اتش 2 دي اقصى سيكشن بيتعرض لاب ليفت، الاب ليفت فيه بيبقى كتير قوي، فغالبا السيكشن ده اللي هو عندي دي 2 ده بيبقى سيكشن كبير شويه او السيكنس بتاعه كبير شويه. لكن انا قدام كده لو انا فضلت ماشي قدام الجزء اللي قدام ده المفروض ان هو ما بيتعرضش لاي فورسز تانية غير الاب ليفت، وواضح ان الاب ليفت بدا يقل عليه مع المسافه اللي انا بمشيها. فبالتالي انا لو بادئ هنا مثلا سي بسيكنس اللي هو تي 2 ده بيساوي 2 متر او بيساوي 2.5 متر، مفيش داعي ان انا اكمل ال 15 او ال 20 متر اللي هم بتوع ال سكور كلهم بنفس ال 2 متر اللي هو سيكنس الخرسانه. فبيقول لك انت قدام شويه الاب ليفت المفروض ان هو بيقل، فالمفروض ان انت ممكن تقلل الفلور سيكنس بتاعك، فبتقلل الفلور سيكنس عن طريق ان انت تعمل هنا سيكنس اقل. طيب السيكنس اقل ده نعمله على انهي مسافه؟ المسافه دي اللي احنا بنعملها بتبقى بيزد على السيكشن اللي احنا هنقلله. يعني انا مثلا لو عندي هنا تي 3 بتبقى سي ب 2 متر او ب 2.5 متر ايا كانت قيمتها، المفروض ان انا بيبقى عندي هنا تي تانية، التي تانية دي بيبقى ليها قيمة جديدة اللي هي بالنسبة لي هنا مسميها تي 3، التي الكبيرة دي تي 2 وهنا دي مسميها تي 3. تي 3 دي احنا غالبا بناخدها من نص ال 0.75 تي 2، غالبا هي بتبقى جيفن بالنسبة لك. بعد ما بتشوف التي 3 جيفن بقيمة قد ايه بتروح تحسب اتش 3 داش. طيب اتش 3 داش المفروض ان هي هنجيبها ازاي؟ هنجيبها من نفس القانون اللي احنا كنا بنعوض فيه، اللي انا لما كنت بقول ان تي 3 مينيمم كانت بتساوي الاتش داش على جاما ماتيريال ناقص واحد في الفاكتور اوف سيفتي، فهو نفس القانون بالظبط المفروض ان احنا هنعوض فيه تاني. يبقى انا عندي تي 3 هي دي بقت الجيفن دلوقتي، وانا عايز اجيب منها الاتش 3 داش. قبل كده كان بيبقى معايا الاتش داش وعايز اجيب التي، دلوقتي معايا التي وعايز اجيب الاتش داش، فهو نفس القانون بالظبط. من هنا انا لو عارف التي 3 وطبعا جاما ماتيريال ب 2.2 يبقى انا اعرف اجيب الاتش 3 داش. بعد ما بجيب ال H3 داش المفروض H3 داش دي اللي طبعا موجودة هنا كده اللي هو السكشن ده، H3 داش دي المفروض ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي T2 زائد ال X على C بلاي موديفايد. فانا عندي ال X بتاعتي هي دي ال unknown، ال T2 طبعا انا عارفها وال C بلاي موديفايد انا عارفها، فبالتالي من هنا اعرف اجيب ال X. وطبعا ال X بعد ما بجيبها المفروض ان انا بقربها لاقرب 1 متر بس بالناقص بقى، لان انا المفروض لو خدتها بالزائد انا المفروض بزود الاب ليفت على السكشن، فالمفروض ان انا بقربها بالناقص عشان اقلل الاب ليفت اللي موجود على الكريتيكال سيكشن بتاعي. فده كده بالنسبه للاكس بتاعتي. ده كده المفروض الحاجات الجديده اللي هي موجوده في الستيب دوير. طيب لو بصينا على مساله الاساينمنت مع بعض كده، هو المفروض بيقول لي ذا فولوينج فيجر بريزنت فور كونكريت ذا كونكريت دايمنشن اوف ذا بروبوزد وير فور ا سادن دروب اوف ووتر ليفل اوف ا كانال، ومديني الكنال سايد سلوب المفروض ان هو كان 1:1 والاب ستريم كانال بيد ويتس كان 10، الداون ستريم كانال ويتس 9، والبلاي كوفيشنت كان 15 فور فيوم وير، اريشن اوت سايد وول كان بيقول لي الاريشن هيبقى اوت سايد. فبالتالي هو زي ما قلنا قبل كده اما بيبقى مديني البيد ويتس في الاب ستريم غير الداون ستريم المفروض ان انا بشتغل على الداون ستريم، فبالتالي هشتغل على البي كانال بتساوي 9 متر. وبعدين طبعا هو هنا قال لي اسيوم اوتسايد اريشن، حتى لو هو ما قاليش انا المفروض ان انا باسيوم ان هو اوتسايد اريشن، فبالتالي المفروض ان انا اعوض عن البي وير ب 8 متر. طيب بعد كده هو عايز طبعا ديترماين ذا كريست ليفل اوف ذا سكند وير اند اتس سبمرجنسي، عايز الكريست ليفل بتاع الستاندنج ويف وير وعايز يحسب السبمرجنسي بتاعته. وبعد كده عايز سكتش الاب ليفت دياجرام وديترماين ذا ميسنج دايمنشن، الميسنج دايمنشن دي اللي هي بالنسبه له كانت الدبس اللي هو بتاع الشيت بايل هنا، هو هنا مستخدم شيت بايل وحط دبس على طول بيقول لك هات الدبس قد ايه. وبعدين عايز بعد كده يحسب الاكس اللي هي المسافه اللي هيحصل فيها الفلور ريدكشن دي، وعايز ال اللي هي المفروض ال سكور بتاعت الستاندنج ويف وير. طبعا المطلوب الثالث ان هو عايز بقى يرسم نيت سكتش شوينج بلان هاف ايرث ريموفد اند سكشن اليفيشن بتاع الوير اللي قصادنا ده. ده كده كان المطلوب التالي. طيب احنا مسألة زي دي المفروض ان احنا نعمل فيها ايه لو عايزين نحلها؟ انا اول حاجة هو جايب لي هنا الاب ستريم ووتر ليفل والداون ستريم ووتر ليفل، وجايب لي
الكريست ليفل، وكان عايز هنا الكريست ليفل اللي هو بتاع الوير التاني. طيب لو رجعنا بالذاكرة كده، خلينا في الوير التاني اللي هو طالب دلوقتي البيانات بتاعه. طبعا الوير الاولاني هو خلاص جايب لي الكريست ليفل بتاعه، وقال لي ان البي وير المفروض ان هي هتساوي 8 متر طبعا، لان هو بيقول لي ان البي كانال ب 9 متر، وقال لي ان هو اوت سايد اريشن، فبالتالي هنطرح واحد من التسعة هتبقى 8. فالوير ده هو بالتالي عندي ديزاين، انا عارف البي وير بتاعته وعارف الكريست ليفل، فبالتالي هو معمول ازاي. انا عايز اعرف بقى البي وير والكريست ليفل بتاع الوير التاني. طيب انا اي وير عشان اعرف له الكريست ليفل، المفروض ان انا كنت بيبقى عندي الكيو بتاعته، وبعدين بعد كده بعرف اجيب منه الاتش كابيتال. طيب هنا هل انا عارف الكيو؟ لا مش عارف الكيو، فهعرفها ازاي؟ هعرفها من الوير الاولاني. يبقى انا المفروض ان انا الوير الاولاني ده انا عارف فرق الارتفاع اللي هو الاتش كابيتال، وعارف الايكويشن طبعا هو مديني البي وير، فهعرف اجيب الكيو من الوير الاولاني. بعد ما اجيب الكيو من الوير اللي هو الفيوم وير ده، اروح اعوض في معادله الستاندنج ووب وير، هجيب الاتش كابيتال، ولو عرفت الاتش كابيتال يبقى انا كده عرفت اجيب الكريست ليفل بتاع الوير التاني. فده الكلام اللي احنا هنعمله دلوقتي. اول حاجه طبعا انا عندي البي كانال في الاب ستريم 10، والبي كانال في الداون ستريم كانت 9 متر، والسي بلاي كانت جيفن بالنسبه لي ب 15. هو عايز اول مطلوب كان ديترماين كريست ليفل فور ذا ستاندنج ووب وير اند اتس سبمرجنسي، ده كده كان اول مطلوب. فمفروض زي ما قلنا اول حاجه بالنسبه للفيوم وير هنبدا نحسب الكيو بتاعته. الكيو بتاعته دي اللي هي المفروض هتساوي من معادله الوير، قبل ما نجيبها طبعا لازم نجيب البي وير. البي وير بتاعتنا اللي هي المفروض هتساوي البي كانال ناقص 1 متر. طبعا البي كانال زي ما قلنا بناخد بتاعه داون ستريم، فهتساوي 9 ناقص 1 اللي هي 8 متر. بعد كده بقول ان الاتش كابيتال، الاتش كابيتال المفروض ان هي الاب ستريم ووتر ليفل ناقص كريست ليفل. طبعا الاب ستريم ووتر ليفل اللي هو كان 30، والكريست ليفل 28.85، يبقى اعرف اجيب الاتش كابيتال ب 1.15. بعد كده لو عايز اجيب الكيو، المفروض ان هي بتساوي تلتين في السي دي في البي وير جذر 2 جي في الاتش باور 1.5، هحسب الكيو هتطلع 18.06. بعد كده اروح ابص على الستاندنج ووف وير، الستاندنج ووف وير طبعا نفس الكيو بتعدي من عليه، لان هو المفروض ما بيحصلش اي تغيير في كيو ما بين الستاندنج ويف وير والفيوم وير. فهعوض في الايكويشن بتاعه الستاندنج، بس طبعا اول حاجه المفروض اجيب البي وير. البي وير طبعا في الستاندنج ما بقاش فيه اريشن، فبالتالي البي وير بتساوي البي كانال بتساوي 9 متر. هعوض في المعادله اللي هي الكيو بتساوي 2.05 في البي وير في الاتش باور 1.6. طبعا البي وير زي ما قلنا هتبقى ب 9 متر، والكيو بتاعتي ب 18.06، فبالتالي اعرف اجيب الاتش كابيتال. الاتش كابيتال هتطلع 0.987، كده انا جبت الاتش كابيتال. اخر حاجه المفروض ان انا بتشيك السبمرجنسي بتاعتي، فبروح احسب الكريست ليفل اللي هو المفروض بيساوي الاب ستريم ووتر ليفل اللي هو 28.85 ناقص الاتش كابيتال اللي انا لسه حاسبها، هتطلع 27.86. اروح احسب الاتش سمول، الاتش سمول هتطلع 28.3 اللي هو الكريست الداون ستريم ووتر ليفل ناقص الكريست ليفل، هيطلع 28.3 ناقص 27.86 هتطلع 0.44. طبعا هقسم الاتش سمول على الاتش كابيتال، المفروض انها هتطلع 45%، ال 45 دي اقل من 85%، يبقى انا المفروض كده اوكي مفيش مشكله في السبمرجنسي بتاعتي. يبقى دي كده اول مطلوب ان انا اجيب الكريست ليفل والكريست لينس او البي وير يعني بتاعت الستاندنج ووف وير، انا المفروض ان انا جبتهم وعملت تشيك على السبمرجنسي بتاعت الستاندنج ووف وير. طيب الخطوه اللي بعد كده، هو المفروض كان طالب ان انا اعمل سكتش للابليفت دايجرام، واجيب الميسنج دايمنشن اللي هي الدي اللي هو الدبس بتاع شيت بايل، والال والاكس. طيب هبدا ازاي ان انا اجيب الدي والال والاكس؟ المفروض ان في طريقتين في الحل. انت المفروض يا اما تبدا ان انت ترسم الابليفت دايجرام وتروح تتشيك على السكشن اللي هو بتاع تي واحد ده، ومنه تجيب الدبس بتاع الشيت بايل، يا اما دي احد الطرق يعني ان انت هتبدا ترسم الابليفت دايجرام من اول نقطه هنا. فهتبدا ترسم، هيطلع لك هنا الاتش 1 داش انت عارف تعرف تجيبها. طبعا الدي بالنسبه لك وانت بترسم الابليفت دايجرام هتبقى unknown، فانت هيبقى عندك الاتش 1 داش المفروض ان هي هتبقى فانكشن في الدي اللي هو الدبس بتاع الشيت بايل. فيبقى عندي دي كده فانكشن في الدي، وانا عندي التي 1 المفروض ان هي جيفن بالنسبه لي، فعن طريق ان انا اعوض في الايكويشن اللي هو التي 1 المفروض ان هي بتساوي بقى الاتش داش على جاما ماتيريال ناقص جاما 1 في 1.2 او 1.3 اللي هو الفاكتور اوف سيفتي، كده انا عرفت اجيب الاتش داش.
وعرفت اجيب الاتش داش وهي اوريدي فانكشن في الدي بتاع الشيت بايل او الدبس بتاع الشيت بايل، يبقى انا كده جبت الدبس بتاع الشيت بايل، وبعدين من التشيك بتاع البركوليشن اعرف اجيب ال. دي كده احد طرق الحل، ان انت بتبدا ان انت تجيب الدبس بتاع الشيت بايل، وبعدين بعد كده بتروح تجيب من تشيك البركوليشن ال بتاعتك. وطبعا ال بتاعتك دي بعد كده هتتشيك عليها على السكور ان هي اكبر من السكور لينس. يبقى دي كده الطريقه الاولانيه اللي انت المفروض تحل بيها. ممكن طريقه تانية تحل بيها ان انت بدل ما تبدا بالاب ليفت دياجرام وتجيب الدبس بتاع الشيت بايل، ان انت تبدا تتشيك، هتمشي بالطريقه العاديه، يعني انت تجيب ال سكور الاول. بعد ما تجيب ال سكور المفروض ان انت هتروح بعد كده تتشيك البركوليشن عشان تعرف تجيب منه الدبس بتاع الشيت بايل، وبعد ما تجيب الدبس بتاع الشيت بايل هتبدا تتشيك ال T1 ان هي هتبقى سيف. فهي نفس سواء استخدمت كده او استخدمت كده، التو ميثودز المفروض ان هما بيبقوا صح يعني. بس احنا هنا بالنسبه للحل بتاعنا احنا هنتشيك ال ال سكور الاول، او هنبدا بال ال سكور وبعدين هنتشيك البركوليشن وبعدين هنتشيك الاب ليفت. هنمشي بنفس الترتيب اللي هو المعتاد بتاعنا. فبالتالي اول حاجه انا عشان ارسم الاب ليفت دايجرام طبعا لازم اوصل للسيب لاي موديفايد، يعني عشان ارسم الاب ليفت دايجرام الصح المفروض ان انا اجيب السيب لاي موديفايد. طيب لو عايز اجيب السيب لاي موديفايد لازم انا ابقى عارف ان انا اتشيك البركوليشن، وعشان اتشيك البركوليشن لازم اجيب الميسنج دايمنشن اللي هي ال ال والدي. فالمفروض ان اول خطوه هبدا احسب ال ال من السكور ايكويشن. طبعا السكور ايكويشن اللي هي المفروض عشان احسبها هي المفروض 0.6 في السيب لاي جذر الاتش ماكسيمم. طيب انا الاتش ماكسيمم بتاعتي بتساوي ايه؟ المفروض ان هي زي ما قلنا يا اما حاله الاوبريشن يا اما حاله الريبير. حاله الاوبريشن اللي هي 30 ناقص 28.85 اللي هو الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم داون ستريم ووتر ليفل، اللي هو بالنسبه لي طبعا هي دي المفروض ان هي ال سكور بتاعت الستاندنج ووف وير. فالمفروض ان انا عندي ال سكور هي 0.6 في السي بلاي فجذر الاتش ماكسيمم. المفروض طبعا وانا بعوض في الاتش ماكسيمم لازم اعوض في الاتش ماكسيمم بتاعت الستاندنج ووف وير، لان هي دي ال سكور بتاعت الستاندنج ووف وير. فالمفروض ان حاله الاوبريشن وحاله الريبير هتبقى برضو على الستاندنج ووف وير. طيب في حاله الاوبريشن هتبقى الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل اللي هو 28.85 ناقص 28.3 اللي هي تطلع 0.55، يا اما في حاله الريبير ان هي تبقى الكريست ليفل اللي احنا لسه مطلعينه كان ب 27.86 ناقص الداون ستريم بيد ليفل اللي هو 25.3 اللي هي المفروض تطلع 2.56. طبعا زي ما قلنا حاله الريبير هي اللي بتطلع ماكسيمم دايما اللي هي تطلع 2.56 الاتش ماكسيمم بتاعتي. فانا بالتالي اعرف احسب ال اس اللي هي تبقى 0.6 في السي بلاي. طبعا السي بلاي ب 15 كانت جيفن، فجذر الاتش ماكسيمم بتاعتي اللي هي 2.56 اطلع من هنا ال سكور هتطلع ب 14.4، وزي ما قلنا ال سكور المفروض ان هي بتتقرب لاقرب متر بالزياده، يبقى انا ال سكور هاخدها ب 15 متر. يبقى اول حاجه انا جبت ال اللي موجوده هنا وقلت ان هي بتساوي 15 متر. طيب الخطوه اللي بعد كده ان انا هروح احاول اتشيك البركوليشن. طيب عشان نتشيك البركوليشن هنجيب منه الدبس بتاع الشيت بايل. فاول حاجه وانا بتشيك البركوليشن عايز احسب الاتش ماكسيمم اللي هي توتال للوير كله، لان زي ما قلنا واحنا بنتشيك البركوليشن المفروض ان احنا هنشتغل على الوير كله كمنشأ واحد. فبالتالي الوير كله هنبدا نبص على الاتش ماكسيمم بتاعته. فلما اجي احسب الاتش ماكسيمم بتاعت الوير هي هتبقى يا اما حاله الريبير برضو يا اما حاله الاوبريشن. حاله الريبير بتبقى الكريست ليفل اللي في الاول خالص ناقص الداون ستريم بيد ووتر الداون ستريم بيد ليفل اللي موجود في الاخر خالص. فانا عندي هتبقى 28.85 ناقص 25.3 اللي هي المفروض هتطلع 3.55، يا اما في حاله الاوبريشن هي تبقى الاب ستريم اللي موجود في الاول خالص ناقص الداون ستريم ووتر ليفل اللي موجود في الاول خالص هتبقى 30 ناقص 28.3 اللي هي 1.7. زي ما قلنا برضو حاله الريبير هي اللي بتطلع ماكسيمم فهتطلع 3.55. بعد كده لو عايز احسب ال بالكوليشن مينيمم هقول ان هي سي بلاي في الاتش ماكسيمم فهتبقى 15 في 3.55 هتبقى 53.25. كده انا جبت ال بالكوليشن مينيمم. لو عايز احسب ال اكشوال، ال اكشوال زي ما قلنا هتكون هي ال فيرتيكال زائد ال هورزونتال. طبعا ال فيرتيكال زي ما قلنا هي تبقى عباره عن ايه؟ هي بتبقى الاب ستريم بيد ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل زائد 2 التي 2 اللي هي التي اللي موجوده في الداون ستريم هنا، تمام؟ وطبعا نتيجه ان انا عندي هنا شيت بايل فبالتالي لازم ازود على الفيرتيكال ديستانس 2 دبس بتاع الشيت بايل.
فالاب ستريم بيد ليفل المفروض ان هو كان ب 27، داون ستريم بيد ليفل كان ب 25.3، وطبعا تي 2 كانت جيفن ب 1.45، فكده انا هعرف اجيب كل حاجه ما عدا هنا الدبس. نفس الكلام بالنسبه للهوريزونتال ديستانس، هيبقى عندي 3 زائد 2 زائد 15 زائد 4 زائد ال اللي انا هسيبها كانت ب 15، فده اللي انا جمعته هنا. اطلع الفاليو من هنا، المفروض ان الكلام ده كله هيطلع 43.6، طبعا بعد ما بجمع الفيرتيكال ديستانس والهوريزونتال ديستانس هيطلع 43.6 زائد 2 دبس بتاع الشيت بايل. طيب انا من هنا ممكن اعرف اجيب الدبس بتاع الشيت بايل ان انا اساوي ال L بيركوليشن مينيمم بال L اكشوال. لو سويت الاثنين دول ببعض عشان اسيف المسألة بتاعتي، يعني المفروض ان انا هلاقي ان الاثنين دبس بتاع الشيت بايل بيساوي 53.25 ناقص 43.6، هيطلع لي 9.65. فبالتالي الدبس بتاع الشيت بايل هيطلع تقريبا 4.83، وزي ما قلنا بنقربه لأقرب واحد نص متر بالزيادة، فهيطلع بيساوي 5 متر. وبالتالي السي بلاي موديفايد اللي هي اللي انا المفروض اكمل بيها السؤال، هي المفروض ان هي بتساوي ال اكشوال نيو على الاتش ماكسيمم. ال اكشوال نيو او ال اكشوال داش المفروض ان هي بتساوي ال 43.6 زائد 2 في 5 اللي هي ال 10، فهتطلع 53.6. الكلام ده على 3.55 هيطلع 15.1. يبقى انا كده المفروض جبت الدبس بتاع الشيت بايل وجبت ال L بتاعتي اللي هي ال L سكور. فاضل لي ان انا اجيب ال X، فمفروض الخطوة اللي بعد كده عشان اجيب ال X، قبل ما اجيب ال X بروح بس اتشيك الاول على الفلور سيكنس. يعني انا المفروض اشوف الفلور سيكنس بتاعي هيبقى سيف ولا هيبقى ان سيف. طيب لو عايزين نتشيك الفلور سيكنس، طبعا المفروض ان انا هجيب هنا ال H داش اللي هي من منسوب الاب ليفت لغايه الداون ستريم بالليفل اللي هو ال 25.85 ده، اجيب ال H داش وبعدين اتشيك على ال T1 بتاعتي. طيب لو انا عايز اجيب ال H ماكسيمم اللي هي من الكريست ليفل ده لغايه الداون ستريم بيد ليفل ده، هتبقى عباره عن 28.85 ناقص 25.85 اللي هي المفروض بتساوي 3 متر، ده اللي هو من الكريست ليفل لغايه الداون ستريم بيد ليفل دي، كده المفروض ان هي 3 متر. المفروض 3 متر دول اطرح منهم اللوسز من البدايه لغايه ما اوصل لل H1 داش اللي هي المفروض مكانها هيبقى هنا كده. طيب لو عايز اجيب بقى ال H داش دي، المفروض ان هي هتقول ايه؟ هقول ان هي عباره عن ال 3 متر اللي هو ال 3 متر بتوعي ناقص سيجما اللوسز من اول البوينت دي لغايه ما اوصل لغايه البوينت دي. طيب مبدئيا عايز اجيب الاول مقدار الزد اللي هو الزد بتاعتي اللي هو الارتفاع ده، او الواي اللي هي من النقطه دي لغايه النقطه دي. الزد او الواي دي المفروض ان هي هتساوي 26.5، 26.5 طبعا اللي هو منسوب النقطه دي اللي هو 27 ناقص نص، ومفروض ناقص ال 23.85 اللي هو منسوب البوينت دي. فانا منسوب البوينت دي 26.5 ومنسوب البوينت دي اللي هو 25 ناقص 2 اللي هو 23.85، فمنسوب بفرق بينهم 2.65. ده كده اللي هي المسافه اللي انا بسميها واي او زد اللي هي المسافه دي. طيب انا لو عايز اجيب بقى الاتش داش، اقول الاتش داش هي عباره عن الاتش ماكسيمم واحد اللي هي ال 3 متر اللي انا لسه حاسبها من اول هنا لغايه هنا ناقص سمشن اللوسز من البدايه لغايه اتش داش. فالمفروض ان هي تبقى 3 ناقص سمشن لوسز اللي هو هيبقى نص زائد 3 زائد 2.65 زائد 2 متر اللي هي ال وير بتاعتي هي كانت جيفن، زائد طبعا الدبس بتاع الشيت بايل اللي هو جايبه لي هنا اللي هو هيبقى 2 الدبس اللي هو 5، وهرجع 5 تاني. فده اللي انا عملته هنا، انا قلت نص زائد 3 زائد 2.65 اللي هي الواي بتاعتي او الزد، زائد 2 2 ده اللي هو ال وير، وطبعا ال 10 ده اللي هو 2 دبس الشيت بايل، والمفروض الكلام ده طبعا اقسمه على السي بلاي موديفايد اللي هي 15.1. فالكلام ده لو انا حسبته هيطلع 3 ناقص 18.15 على 15.1 هيطلع 1.798 متر. ده كده المفروض ان هي الاتش داش. لو عايز اجيب التي فلور مينيمم، هقول الاتش داش في الفاكتور اوف سيفتي على جاما ماتيريال ناقص جاما ووتر، طبعا ال 1.2 اللي هي 2.2 اللي هي جاما ماتيريال ناقص 1، المفروض الكلام ده يطلع 1.948. طبعا الكلام ده اصغر من التي فلور اللي هي عندي اللي هي 2 متر، فبالتالي هيبقى سيف. كده انا عملت تشيك للفلور ثيكنس. اخر خطوه عندي ان انا المفروض عشان اجيب الاكس، المفروض ان انا بقول ان الاكس بتاعتي عشان اجيبها، طبعا هو مديني الفلور ثيكنس ب 0.75 ده بعد الريدكشن، المفروض ان انا بروح احسب الاتش دبل داش من القانون اللي هو نفس القانون اللي انا كنت بعوض تي فلور اتش داش في 1.3 على 1.2. اقول ان التي 3 اللي هي جيفن بالنسبه لي دلوقتي بتساوي الاتش دبل داش في 1.3 على 1.2. طبعا الاتش دبل داش اللي هي موجوده عند السكشن ده كده اللي هو انا واقف عنده اللي هو نهايه الريدكشن بتاعي.
فطبعا الكلام ده ب 0.75 اللي هي التي 3 جيفن، اعرف اجيب الاتش دبل داش هيطلع 0.692. كده انا جبت الاتش دبل داش. بعد كده بقول ان الاتش دبل داش دي المفروض ان هي بتساوي التي 2 اللي هو السبيس ده زائد الاكس على السي بلاي موديفايد. طبعا التي 2 1.45 هي المفروض جيفن بالنسبه لي، الاكس هي دي اللي انا عايز اعرفها، والسي بلاي موديفايد ب 15.1. اعرف من هنا اطلع الاكس، الاقي الاكس طلعت ب 9 متر. طبعا هي طلعت 9 متر بالظبط فانا ما قربتهاش، لكن هي المفروض ان هي بتتقرب لاقرب 1 متر بالنقصان. يعني هي لو كانت طلعت مثلا 8.7 ولا حاجه كنت المفروض ان انا اختار 8 متر. ده كده المفروض بالنسبه للاكس بتاعتي. ده كده المفروض سيكشن الستيبد وير خلص، ومفروض من اول المره الجايه ان شاء الله هنبدا في السيكشن بتاع الاو جي وير.